من؟ افتحي، انا ناصر. خير يا ناصر. أدقى غدوة تخرجي وتعترفي أمام كل أهل القرية إنش قتلتي صابر. ما بتقولي يا ناصر؟ أنا ما... أنت قتلتي صابر يا عادقة، وراجع كلمني بكل شيء. ما عاد فيش داعي تخبي وتنكري، ويكون علمش إنش حتقولي الصدق والحقيقة وتعترفي غصب عنش، فهمتي؟ أو أجمع الصغير والكبير عليش وأقول الحقيقة. يرضيش إن راجع يحكم علي بالإعدام ظلم؟ عادقة اعترفي أحسن ليش؟ تعترفتي فانت عاد جنبي حرب بيننا وبين الرياحنا، عاد توقفي حرب بيننا عادقة، وعن حل الموضوع بيننا نهائيا. خرج من هنا ولا عاد اسمع بك القرية. سمعيهم سمعيهم من اجل يعرفوا ايش الذي فعلتيه. ناصر جيت في وقتك يا فراس. ما بفعل هذا. جيت يا اخي في وقتك ولحقت على اختك. اختك بتدور المصائب يا فراس. ليش يا شيخ ناصر؟ ايش تعمل؟ اسالها. عادقة ايش اللي حصل؟ ناصر جنن يا اخي جنن، وجاي عايرني. ها؟ جاي عايرني. يا ناصر ناصر يا ناصر راعي راعي ناصر ناصر. ناصر 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 ماشي من عادقة. فراس راجح بريه، وعادقة أختك اللي قتلت صابر. عادقة القاتلة يا فراس. قل أنت يا ناصر كيف تقول مثل هذا الكلام؟ تصدق راجح وتكذب عادقة عليه بنت عمك ومثل أختك؟ راجح كان قادر يتكلم ويقول الحقيقة من وقتها، لكن راجح في شل ما استطاعش يتكلم وخاف على عادقة. أنت تعرف عادقة مش ممكن دكتور. عادقة القاتلة يا فراس. الآن نسكت ونستر على عادقة، هي بنت عمك. إيش تقول يا فراس؟ نسكت ونستر على عادقة ويتعاقب إنسان بريء؟ أنا ما أقصد يتعاقب، يهرب يتخبى يتصرف. تشتيني أكذب يا فراس؟ تشتيني أكذب وتستر على عادقة وهلي كده متصابر؟ مش ناصر المناول الذي يكذب ويستر على القاتل الحقيقي. اسمع يا فراس، ما بش معاكم حل ثاني غير إنك تصير تقول لأختك تبكر غدوة الصبح وتعترف أمام كل أهل القرية إنها قتلت صابر، ولا أنا شاتكلم وقول الحقيقة أمام الجميع. فكروا معاكم مهلة لغدوة الصبح، فهمت؟ تدافع عن رياحنا يا ناصر 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 ناصر. يا الله سترك. ناصر 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 ناصر.